أسس سيادة المطران جمال الخضر النائب البطريركي للاتين في الأردن قداساً احتفالياً لمباركة الانطلاقة الجديدة للأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن بحضور أمينها العام في المملكة الدكتور نبيل خرمان وعدداً من الكهنة والشمامسة والراهبات وجمع من الفعاليات التربوية. وقد جرى الاحتفال في كنيسة الراعي الصالح بمركز سيدة السلام التابع للبطريركية اللاتينية قرب طريق المطار. نرفع الشكر لله على عملنا، على رسالتنا، على مدارسنا، هذه المدارس التي من خلالها نبني ملكوت الله. بواسطة هذه الرسالة التي نقوم بها، هذه التنشئة المتكاملة من جميع النواحي الأكاديمية والإنسانية والاجتماعية والروحية، من أجل كل هذا نرفع آيات الشكر لله تعالى. نقف أمام اليوم، نقف متحدين معا مع بعض كلنا أمام الله، طالبين نعمه وقوته حتى نكون دائما متحدين فيما بيننا، فنكون واحدا واحدا عندما يجمعنا السيد المسيح. لذلك نجتمع اليوم حول الهيكل المقدس، يجمعنا إيماننا بالسيد المسيح، وتجمعنا هذه الرسالة أيضا الواحدة التي نقوم بها. كهنة ورهبان ومكرسين وعلمانيين، جميعنا نقوم بهذه الرسالة. الدور الأكبر في رسالتنا يقع على عاتق العلمانيين. قداسة البابا بركز كثير على العلمانيين الذين هم مؤمنون بالمسيح. وقبل أيام قال قداسة البابا أمام المؤمنين: المؤمنون العلمانيون هم رجال ونساء الكنيسة في قلب العالم، ورجال ونساء العالم في قلب الكنيسة. إذن كلنا نحمل هذه المسؤولية بشكل مشترك فيما بيننا.